السلام عليكم ورحمة الله أحبائي الكرام، أهلا وسهلا معايا في قناتي اسمها نانسي خيسالي. اليوم إن شاء الله مع بعض احنا نعملوا هذا الحلا الهندي اللي اسمه اكزاكت جولاب جامون، جو سي با اسكو نطقتو مليح ولا لا. يعني حلا معروف وهايل، البنة تاعو روعة. حبيت نشاركو معاكم اليوم، إن شاء الله نتمنى تجربوه وتردوا عليا الخبر ويعجبكم بيان سيغ إن شاء الله. مرحبا باللي جدد معايا، ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس، سورتو تفعلوا الجرس، جيم وكومنتار إذا عجبكم الفيديو، وبارتاج لتعم الفائدة للجميع، مع أحبابكم وصحابكم بيان سيغ. فرجة ممتعة. نبداو الوصفة على بركة الله. لهاد الوصفة سنستحقو عندي هنا 125 غرام تاع حليب بودغة، اللي حنا لابودغ اللي حنا نقولو له لحظة فوالا بالعامية لو لي اون بودغ فوالا. عندنا 300 غرام تاع 30 غرام سمحوا لي تاع لافارين، 30 غرام تاع لافارين. عندي شويه تاع لافاني، شويه برك يعني تقدروا تستغناو عليها، الوصفه الاصليه ما فيهاش لافاني مي انا حبيت ندير لها كمان شويه تاع الملح. عندي هنايا زوج معالق كبار تاع زبده تكون دايبه. عندي هنايا 3 معالق تاع السميد، سميد رقيق كامل تري تري فان. نزيد زوج معالق تاع الماء، راح نبدا به هو الاول هكذا ونخليوه يتشرب، نخلطو مليح، نبداو به هو الاول بهذاك الماء هكذاك ونخليوه واحد 5 دقائق قبل ما نبداو الوصفه ديالنا. هكذا نحاول ندخل فيه كامل هذاك الماء، يعني الغرض هو انه يتشرب. فوالا نعملو كيما هكذا، الغرض انه يولي لنا كومين بات كيما العجينه، ما يبقالناش يعني هكذاك سميد حبيبات. عندي هنايا معلقه صغيره تاع قهوه نتاع الخماره تاع الخبز، وعندي هنا نص كاس تاع الحليب، ولكن هذا ماشي البوا نيشان، يعني ممكن تحتاجوا اكثر. اذا نشفت لكم تزيدوا الحليب عادي ما كان حتى مشكل، يعني نادوا نقولوا بلي الحليب ما كانش بوا بريسيز. انا صراحه يعني الوصفه جربتها وعجبتني بالبزاف، ونتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اما بالنسبه للشربات هنايا سم عملت فيهم اللي جاني محضرتهم غير باش نحطهم فوق النار. عملت زوج كيسان كبار تاع السكر، زوج كيسان ونص نتاع الماء، وعملت حبات تاع الهيل هكذاك يعني حبيبات، مشي اون بودر. هنا عندي نص معلقه نتاع الهيل اون بودر، صراحه انا ما تحصلتش عليه بودر بودر بودر، غير اللي كان عندي حب وحاولت نطحنه ولكن ما رجع ليش اون بودر، يعني ما حبيتش نعبي الريسك، قلت نعمل غير شويه يعني ونشوف كيفاش راح تجيني، لانه الوصفه الاصليه تجي بالهيل، وصراحه جربته مره كان عندي بودر يجي هايل. راح ناخذ الريسك ونجربه بن هذا، تقدروا تستغناو عليه وتعملوا غير تكتفيو غير بلافاني. انا راح نبداو اول حاجه، راح نعمل لابودر ديالي تاع لولي هكذا دون زان بول، نزيد عليه هذيك نص مغرفه نتاع الهيل كما قلت لكم تادو تستغناو عليها عادي سون اوكان بروبليم. نزيد عليها لافارين، نزيد معلقه صغيره نتاع الخماره، معلقه صغيره برك هذا مكان نتاع الخماره، نزيد نخلطهم هكذاك شويه بالعقل مع بعضهم. من بعد نزيد هذوك زوج معالق كبار نتاع الزبده تكون دايبه وبارده بيان سور. هنا راح نحاول نبسس كل شيء مع بعض، يعني نبسسهم، ندخل هذيك الزبده في الحليب وفي لافارين ايتو بالعقل هكذا. اذا احسن نستعملو يدينا للزوج نستعملو. انا هنا عندي كونتيتي تاع واحد 25 كرة ابوبخي، يعني مش كونتيتي كبيرة. هنا راح نزيد هذاك السميد تاعي، شوفوا الغرض تاعو انه يولي كي من هكذا. انا فوالا تعجبني هاد الوصفة، وان شاء الله نتوما تاني تجربوها وتعجبكم. وهنا راح نسيي ندخل كامل هذوك المكونات في بعضهم، السميد مع الحليب ايتو، راح ياخذونا شوية تاع الوقت ولكن بيدينا راح نتحصلوا على قوام مليح هكذا. فوالا هنا راح نزيد الحليب، راح نعمل نص تاع الكميه هنا في الوصفه المذكوره، قالوا 7 حتى 8 تاع المعالق. ونفس الشيء ذكروا باللي يعني عينا ميزاننا كاين لي باسكو الفارينه تختلف من بلاصه لبلاصه، الحليب تاني يختلف، سي با دو تو لا ميم شوز. فوالا نبقى نزيد حتى نتحصل على قوام يكون متماسك مليح ويكون رطب بيان سور، باش حتى كي ترتاح وتشرب تبقى محافظه على هذاك القوام ديالها اللي حنا نسحقوه بيان سور. هنا انا راح نزيد شويه تاع الملح اللي نسيتو، سمحوا لي الملح حاجه ضروريه في هذه الوصفه صراحه.
حاجة ضرورية. وراح نكمل بلاص باتوي هكذا ونشوف اذا خاصني الحليب راح نزيد، وإلا ما خاصنيش راح نكتفي بهاد الكمية. هنا راح نغطيها ونخليها ترتاح حوالي 10 دقائق حتى لربع ساعة، ومن بعد عادة نرجعو نخدمو بها هكذا. انا هنا ارتاح عندي الخليط كما راكم تشوفوا. حاجه واحده اخرى، الا لاحظتوا انا الفانيليا نسيتها ما عملتهاش، وكما قلت لكم في الاول يعني هي اختياريه، انا برك حبيت نزيدها وفي الاخر ما زدتهاش، لانه الوصفه اساسيه ما فيهاش لافاني وربي ما كتبش وما عملتهاش، يعني ماشي ضروريه. هنا راح نعطيكم يعني مجرد ملاحظه من بعد ما ارتاح. شوفوا لازم نتحصلوا على هذا القوام هكذا الاملس. هي الوصفه سهله وصعبه في نفس الوقت، انكم تتحصلوا على هذا القوام نتاع العجينه. هذا القوام هو الصعيب. انا صراحه كي جربتها اول مره ما نجحتش فيها، ثاني مره نجحت فيها، وثالث مره، وهذه رابع مره اللي نعملها هذه الغوسات. كما سبق لي الذكر خديتها من قناه يامي الهنديه وتجربت الوصفه وفوالا ونجحت معايا صراحه. هي سهله جست العجينه شويه صعيبه باش الواحد يتحصل على هذا القوام، لازم يكون املس. هنا بالنسبه للمكسرات راح ناخذ شويه من الخليط، يعني هكذا شويه برك من الخليط غير باش نلم هذوك المكسرات برك، هذا ما كان يعني يدخلوا في هذاك العجين باش نقد نشكلهم. نبدا هكذا بيديا نحيت معلقه هيدا بيديا، ندخل هذوك المكسرات كامل في العجين باش كي نجي نشكلها باش نحشي بها الحلوه ديالنا راح تساعدنا. نعملوا جوج ديبول صغار ونحشيو بها هكذا، نواصل بهذه الطريقة حتى ندخل كامل هذيك المكون الكمية تاع المكسرات في العجين ديالي هكذا. يعني حاجة سهلة وفي نفس الوقت فيها دي تكنيك، فيها صوالح بزاف يعذبو، مي صراحة بنينة بزاف تستاهل، يعني تستاهل هذه الوصفة التجربة والتعب ديالها. في نفس الشيء حبيت نعملها كمقدمة للعيد، كما لاحظتوا أنا ما عملت والو كاطو للعيد وما راحش نعمل صراحة. جاوني اسئله بزاف اصلا راح تعملي دي كاطو، ما راحش نعمل، راح نعمل دو تخوا بتي تخوك اللي تشوفوهم معايا، حاجه سامبل سامبل يعني صراحه. ما علاش ما نخليش الطبله ديالي هكداك فيد نهار العيد وخلاص، ما راح نعمل والو. فوالا فوالا هذا هو العجينه تاعي باش نقد نكورها هكذا ونحشي بها المكسرات تاعي، هذا هو الغرض. راح نبدا في التشكيل على بركه الله. ناخذ ام تيت بول، هنا عينكم ميزانكم، يعني الا شفتوها تلسقلكم عملوا دهنوا يديكم شويه تاع الزيت برك، هذا ما كان شويه برك. شوف راح نوري لكم، لازم تتحصلوا على هاد لاباط تكون ليس، يعني ما يكونش فيها دوك لي بتي بوين ولا حاجه. هذا هنا راح نعمل حفره صغيره هكذا باش نحشيها، وناخذ شويه من هاد المكسرات ونحشي فيها الداخل هكذا هكذا. نحاول نلمها بالعقل ونعاود نكور من جديد بهذا الشكل، نحاول نعطيها اون سيرفاس تكون ليس هكذا، ونحطها قدامي هنايا. نعاود وحده اخرى نفس الشيء، كما قلت لكم الا شفناها تلصق انا شويه برك شويه على راس صبعي راح نعمل الزيت، لانه شويه راح تلصق لي هكذا جست شويه برك باش نقد نخدم. فوالا شوفوا هكذا. وهنا كما قلت لكم الا شفتوها نشفت لكم بزاف زيدوا الحليب نورمال، زيدوا الحليب وعاود لموها وخليوها ترتاح انسي دو سويت، وهي ماشيه هكذا. نحشي المكسرات تاعي ونغلف لمها نورمال هكذا كما كنتو تشوفوا هكذا. وهنا بداو تكوروا فيها مليح مليح حتى تولي لكم ليس، بيان 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 ليس، لازم تكون ليس هكذا. لو كان ما تحصلوش على هكا اون بات ليس يعني ما نجحت لكمش، ما راحش تجيكم مليحه صراحه. أنا يعني هذا هو الديفو تاعها فاش اللي ما تصدق لهمش، كما قلت لكم هذه هي. لو كان ما تخرج لكمش ليس سا فو دير بلي ما نجحت لكمش، خاصكم تعاود تعجنوها مليح، تزيدوا لها شويه تاع الحليب. هنا انا في الناحيه الثانيه عملت الزيت تاعي، الزيت تكون قويه يعني باش تغلب لنا على هذوك لي تيبول. نخليوها تسخن شويه ماشي بزاف على النار قويه، ومن بعد نقصولها الماكسيموم. هنا من بعد ما سخنت راح نقص الزيت تاعنا ونبدا نعمل هذوك الكوريات تاعي في الزيت كما راكم تشوفوا. هنا ما لازمش يعني كي نعملوا الكوريات وتشوفوهم تحمروا توت سويت عرفوا بلي لازم تطفيوا الغاز تخليوا الزيت تاعو تبرد وتعاودوا من جديد، لانه ما راحش يطيبوا لكم من الداخل.
نعم لازم تكون متوسطة باش يطيبونا على خاطرهم. نعملو غير بالعقل لي كونتيتي، راح نقلي اون دو فوا، ما نعمرش المقلة تاعي بزاف هكذا. فوالا يعني ما نخليهمش حتى يطيبو من التحت، نو لازم نبقاو نقلبو فيهم كي من هكذا باش يطيبو لنا كامل الجوانب كيف كيف هكذا. وهنا على حسب ما ذكروا قالك ما لازمش يعني ديريكتومون نحطوها في العسل، لازم تبرد. كي تبرد عاده نعملو نعسلوها، لانه كنا نعملوها ديريكتومون في العسل يعني على حسب ما فهمت كما قالوا هما قالك راح تولي اون فادير عجينه تتشرب بزاف، تولي كيما العجين. فوالا هذه هي تدي معجنه، فوالا بالعاميه ديالنا كما نحكيو حنايا نقولك معجنه. على هكذا نقلب فيها باش تاخذ لي لون واحد من كامل لي كوتي. عملوا كونتيتي قليله وشوفوا، شوفوا اذا لاحظتوا هيك بدات تنتفخ وتتحمر. شوف يعني كان نخليها غير على كوتي واحد يعني راح تخرج جهه فرنسي على جهه، ولا ما راح يكون عندها لون متناسق. هاي بدات تنتفخ من ديك الخميره اللي عملناها هكذا، وراهي طيب بالعقل عليها والطياب يدخل لها من الداخل. يعني نتوما تحكموا بالحراره تاع الغاز ديالكم المقله ديالكم، انا ني شرحت لكم نورمالمون راكم فهمتوا لو برينسيپ تاع الطياب ديالها. طيب في غردها طيب بيان هكذا، راهي هايله ما شاء الله. انا نحبها نموت عليها، ما منقدش ناكل بليس كو وحده باسكو حلوه. فوالا كاين ناس اللي تحب الحاجه المعسله ايتو ياكلو نورمال، مي انا ما عنديش مع الحاجه المعسله، يعني حتى الحاجه اللي نحبها ما نقدش ناكل بزاف. فوالا شوفوا راه تاخذ لنا لون، ما حبيتش نقطع معاكم لا فيديو باش تشوفوا معايا كيف كيف كيفاش راني نعمل. فوالا شوف ها السكريات كيفاش هادو هما كي ينتفخوا ياخذوا لون وشكل يعني كيف كيف سوي وحده كي اختها. هذا الغرض من هذا التحرك باش لا كولور تكون وحده، وسي لا بريزونطاسيون تلعب دور كبير وسي ماشي غير البنه. فوالا يلا هنا خدات لنا وقتها في الطياب، نزيدو لها شويه نحمروها وخلاص. فوالا هكذا ما شاء الله تطوي، انا متاكده انكم راح تجربوها وتنجحوا فيها سي سور. يعني اللي يركز مع هدرتي ويركز مع لي كونساي كامل اللي قلتهم راح تنجحوا فيها، ولكن اللي ياخذ غير لا غوسيت ويروح يطبقها ما راحش ينجح فيها، كونوا متاكدين. فوالا هكذا انا راني سيغ بلي طابت لي من الداخل كيما من برا كيف كيف، باسكو خدات وقتها في الطياب. هنا انا راح نحيها سي بون هامليك تحمرت خدات اللون المناسب، نحطها هنا دون جي ناسيات قدامي حتى تبرد باش نعسلها، ونعاود نعمر المقلة تاعي نفس الشيء كيما في الاول، كيما عملنا في الاول راح نعاود نعملو في الاخر كيف كيف باش ما نطولش عليكم لا فيديو. هذه راح نقطع ونروحو ديريكتومون لا سويت. بعد ما بردو عندي والشربات تاعي راها تغلي، شوفوني جايبتها من فوق النار تغلي، لازم تكون طابخة ولي بولات ديالنا يكونوا برد. ايه فوالا يكونوا باردين كيما قالوا. فوالا هكذا من بعد راح نرميهم كامل، حاولوا تعملوا حاجه تكون غارقه باش يتشربوا لكم مليح، ونخليوهم اقل حاجه ساعتين في نهار الشربات ولا سيرو ولا سميوه كيما تحبوا، اقل حاجه ساعتين. نحاولوا ندخلوهم مليح شويه هكذا في هذاك السيرو باش يتشربوا مليح، غير بالعقل باش يتشربوا لنا مليح ما يجوش معجنين هكذا. هاد الحاله وجي سي با كو سمو ما ينتكلش بارد، قال لك ما يدخلش فريجيدار لازم يبقى برا هكذا، نخليوه ومن ساعتين راح نعاود نقسم معاكم حبه باش تشوفوا كيف جا من الداخل.